أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة بفيديوهات جديدة عن توقعات الأبراج لليوم. توقعات برج السرطان ليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 13 أيلول 13/9/2023. هيتمتع النهاردة برج السرطان بمرح كبير جدا، وهنغتنم زمام المبادرة عشان ترتب مناسبات كتير اجتماعية فيها مباريات مش عارف تنساها. عندك ليالي كتير جدا هتبقى فيها أحداث اجتماعية هتقضي بيها على الملل اللي ممكن يكون انت حاسه، هتحصل من خلال على مزاج ممتع جدا وسهل انت وشريك حياتك فيه. بيفضل رحلاتك اللي انت بتراجعها في أعمالك الفنية أو بتقدمها تقيمها بشكل صح، مع تفضيل المنزلين السابع والخامس بالنسبة ليك. هتبقى محظوظ جدا في الحب والرومانسية والمواعدة في يومك ده. في عدم رضا عن طريقة اللي انت بتشتغل بها بالأمور اللي انت بتحس من خلالها انه بتبرز روحك اكتر بشكل داخلي. هتضغط على نفسك كتير وهتشجع الأشخاص اللي حواليك علشان يتابعوا قيادتك الثورية دي. هتتعزز صحتك أكتر وعندك إحساس داخلي واضح بالرفاهية من خلال رحلة ودية أنت عايز تقوم بها. هترجع بيك لكوكب الزهرة والمشترى والمريخ، هتبرز من خلالها بطبيعتك ورغبتك بطريقة استباقية. هتولد بيها فرح كبير وهتنشر الشعور الجيد بالنسبة للأشخاص اللي حواليك. هتحس بحماية شديدة جدا تجاه الأشخاص اللي انت بتحبهم. مرجح انك تقلق شوية، لكن القلق ده ما فيش له اي اساس من الصحة. في اليوم هيغادر القمر برج الاسد في وقت باكر جدا من اليوم لغاية ما يدخل برج العذراء. هنبقى بنتطوق لاننا نحس بالنظام والتنظيم مع برج العذراء. هيكون كل المواليد جاهزين يتعاملوا مع الأمور العملية كتير. هنكون مفيدين منتجين، وهيبدو أننا بنعرف نركز على التفاصيل، ودي أفضل طريقة عشان نحقق بها التقدم اللي بيبقى عندنا لما نبقى بنركز على الأهداف الأكبر اللي بتبقى لصالحنا ولصالح الأمور اليومية. ممكن ندير بها مهمات أساسية بتساعدنا عشان نعزز بها مساعينا وندعمها. القمر النهاردة هيظهر بشكل جديد جدا في البرج. من الأفضل أننا نبدأ في مشروع أو علاقة جديدة أو مبادرة مهمة خلال المرحلة الجاية اللي بتبقى بتخص القمر. هتبقى في وقت لنهايات وهبوط رمزي كبير وفقدان للوعي. هيتم تفضيل التفكير على الابتكار في الفترة دي. عموما أننا هنهدى من الفترة الفاتت. هنستمر القمر في فترة بلوغه لغاية ما يدخل القمر برج العذراء في المساء. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوا ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معاي. أنا بكبر بيكم وبدعمكم المتواصل ليه.